اتفقت السلطات الليبية والتونسية على إعادة فتح معبر راس جدير أمام المسافرين في الاتجاهين بعد 3 أيام من إغلاقه. وانتهت مساء أمس المفاوضات بين المسؤولين الليبيين والتونسيين بإعادة تفعيل نشاط المعبر، وأغلقت بوابة راس جدير الأحد الماضي بسبب احتجاجات إثر حجز السلطات الليبية شاحنات محملة بسلع ليبية مدعومة وتوقيف 7 تونسيين أفرج عنهم لاحقا. ومعنا الآن من الجزائر الخبير الأمني والعسكري بن عمر بن جانة. سيد بن جانة، مرحبا بك، مساء الخير. من الواضح أن التنسيق الأمني الجزائري التونسي الليبي الثلاثي إن صح التعبير يتقوى يوما بعد يوم. هل من مستجدات تجعل من هذا التنسيق أكثر بروزا في هذه الأيام، أم أن الأمر على حاله؟ هذا التنسيق كان على حاله منذ السابق. حياك الله سيدي الكريم. التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس وكذلك الجزائر وليبيا هو كان دائما ويستمر ويتحسن بكل يوم بأكثر مما كان عليه، خاصة وأن هنالك بين الحدود الجزائرية التونسية ظهرت أنشطة لمجموعات إجرامية خاصة في جبال الشعنبي، والتي أدت إلى تركيز المجهودات فيما يخص محاربة هذه المجموعات بالجانب التونسي وكذلك من الجانب الجزائري. فمراقبة الحدود والتعاون والتنسيق بين الجزائر والشقيقة تونس وكذلك الشقيقة ليبيا كانت دائما مستمرة. وللتذكير، في اجتماع غدامس وهي مدينة تقع بين في مثلث الحدود بين الجزائر وليبيا وتونس، كان هنالك اتفاق على تكثيف وتنسيق الأمني بين الدول الشقيقة، والتي يرتبط أمنها بأمن كل من إلى الأخرى. نعم. طيب، لكن من الملاحظ مؤخرا أن هناك تحركات حثيثة ليس فقط على الصعيد الأمني بين حتى على الصعيد السياسي، زيارة متبادلة لمسؤولين سياسيين، رئيس الحكومة التونسية الجديد زار الجزائر في أول زيارة له، وكان عنوان الزيارة المسألة الأمنية، مسؤولون جزائريون أمنيون يعني من مستوى رفيع زاروا الحدود على جبال الشعنبي. هناك تحركات حثيثة نلاحظها مؤخرا، هل من شأن كل هذا أن يسهم فعليا في القضاء على الجماعات المسلحة في الحدود بين هذه البلدان الثلاثة؟ نعم سيدي الكريم، أعتقد أن هذه التحركات وهذا التفاهم الكثيف بين الدول وخاصة الدولة الليبية وكذلك الدولة التونسية مع الجزائر، وخاصة مؤخرا الجزائر مع تونس، هو شيء مهم جدا وضروري للتنسيق. وأعتقد أن التنسيق المكثف هذا وتواجد القوات المسلحة على الحدود التي تقارع وتسارع المجموعات الإرهابية سوف تشل من مخططات هذه المجموعات وكذلك تحد من تحركاتها، وسوف تستطيع أن تحاصر وتقضي على هذه المجموعات في أجل قريب إذا استمر هذا التعاون وإذا استمر هذا التنسيق على هذه الوتيرة. نعم. الآن الخبر الذي الطاغي الآن هو العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التونسية على جبال الشعنبي. هناك قصف على تلك الجبال في محاولة القضاء على المجموعات المسلحة هناك، وكما قلنا هناك تنسيق من الطرف الآخر من قبل الجيش والسلطات الأمنية الجزائرية. أود أن أسألك من الجهة الأخرى من الجزائر، ما الذي يقوم به الجيش هناك في محاولة لدعم الجيش التونسي في القضاء على المسلحين في جبال الشعنبي؟ هل هناك من عمليات نوعية يمكن أن تذكرنا بها؟ نعم، العمليات مستمرة بين يعني القوات المسلحة الجزائرية تقوم بتمشيط الجبال التي هي مقابلة لجبال الشعنبي، لأن هي منطقة جبلية متكاملة، يعني سلسلة جبلية تمتد من تونس إلى الجزائر وكذلك من الجزائر إلى تونس. فالقوات المسلحة حاليا تقوم في الجهة المقابلة بعمليات تمشيط وكذلك عمليات رصد ومراقبة كل تحركات هذه المجموعات التي قد تحاول التسلل إلى الجزائر هربا من ضغط القوات المسلحة التونسية، فتجد القوات المسلحة الجزائرية بالمرصاد لها.
أعتقد أن يعني هذا التعاون وهذا التنسيق الأمني ضروري وهو مستمر، وكذلك القوات المسلحة الجزائرية تقوم بواجبها في الجهة المقابلة لكي لا تسمح لهذه المجموعات أولا للتسلل إلى الجزائر، ثم إلى مساعدة القوات المسلحة التونسية في القضاء على هذه المجموعات الإجرامية. وزير الدفاع التونسي مؤخرا في أحد تصريحاته قال إنه من الصعب مراقبة المنافذ التي يمر منها المسلحون بين البلدين، وقال أيضا إنه من الصعب جدا حصر أعداد المسلحين الذين يدخلون وكمية الأسلحة التي تدخل بين البلدين. ألا يعكس ذلك بأن الأمور هي خارج السيطرة؟ ونتحدث هنا ليس فقط عن تونس ولكن عن الجزائر أيضا. لا، ليس بهذا المعنى، يعني ليس بأن الأمور خارجة على السيطرة، وإنما الشيء المؤكد أن المجموعات الإرهابية هي مجموعات ليست لها يعني لا إشارات ولا لباس معين، فهي ترتدي ألبسة مدنية وهي تختفي يعني بين المواطنين، فلذلك القصد من ذلك أن هذه المجموعات يصعب أولا كشفها إلا عن طريق منع الحاضنة الاجتماعية وتجسيد الحاضنة الاجتماعية لهذه المجموعات أولا، ثم كذلك أن الطول الحدود بين الجزائر وتونس سيدي الكريم هي 965 كيلومتر، وهي على مراحل، فيها مناطق جبلية، فيها مناطق سهبية، فيها مناطق صحراوية مفتوحة، فكل هذه الأمور تجعل أو تصعب من مراقبة الحدود، لكن تجربة القوات المسلحة الجزائرية وكذلك الوسائل والإمكانيات التي تزخر عليها تستطيع أن تراقب وتستطيع أن تحد من أنشطة هذه المجموعات، وكذلك مساعدة القوات المسلحة الشقيقة التونسية في القضاء على هذه المجموعات. مؤخرا كانت هناك مستجدات على الصعيد التونسي، وهي وصول حكومة جديدة، يعني تغير الحكومة السابقة بقيادة النهضة والآن تشكيل حكومة جديدة، دستور جديد، إذا هناك متغيرات سياسية على الجانب التونسي، هل أسهم ذلك في تمتين العلاقات الأمنية بين الطرفين بين تونس والجزائر؟ ولا يخفى أن الجزائر لم تكن مرتاحة جدا لحكم حركة النهضة قبل أسابيع قليلة. سيدي الكريم، أعتقد الجانب السياسي لا أفقه فيه، لكن أقول فقط أن التنسيق الأمني بين الجزائر والشقيقة تونس كان دائما مستمرا، وأن التنسيق الأمني سيدي الكريم يتم يعني التنسيق الأمني لا يكون لا يعني يستحيل أن يكون بمعزل عن التنسيق السياسي أولا. بطبيعة الحال لا يكون بمعزل عن الجانب السياسي، لكن هذه العملية أو عملية التنسيق بين مصالح الأمن عادة ما تتم بين مؤسسات الأمنية، فالجانب السياسي هو جانب يعني يعطي الشرعية السياسية ويعطي القرار السياسي لهذا التنسيق، وأعتقد أن في حسب علمي أن التنسيق كان دائما مستمر بين الجزائر وتونس، اما الجانب الامني الجانب السياسي فاتركه للسياسيين. نعم. طيب اذا تحدثنا بما فيه الكفايه عن التنسيق الجزائري التونسي، ننتقل الى التنسيق الان الجزائري الليبي. هناك اتفاق مؤخرا تم التوقيع عليه بين الطرفين على تكوين الجزائر لفريق امني متخصص في التدخل ومكافحه الارهاب. الهدف من هذا الاتفاق بالتحديد وتكوين هذا الفريق؟ نعم، تكوين هذا الفريق أولا لمساعدة الأشقاء الليبيين في مكافحة المجموعات الإرهابية هذه أولا، أو المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون هذه أولا، كذلك لا ننسى أن الشقيقة ليبيا إلى حد الآن في ارتباك سياسي، ولحد الآن هي في طور إنشاء مؤسسات أمنية وطنية والتي هي يعني حديثة النشأة ولم تأخذ شكلها الكامل، فلحد الآن السلطات الجزائرية تحاول أنها تتقرب من السلطات الليبية كي تساعدها وتمد لها يد العون لمحاربة المجموعات أولا، المجموعات الإرهابية خاصة على الحدود بين الجزائر وليبيا، وكذلك لمنع تسرب كميات الأسلحة التي تسربت أثناء الأزمة الليبية ومحاصرتها،
وحجزها إن كان ذلك. كذلك محاربة المجموعات التهريب، مجموعات الإجرامية العابرة للحدود، والمجموعات كذلك تهريب المخدرات. كل هذه الآفات التي استفحلت في المنطقة كان واجب على الجزائر أنها تقف إلى الشقيقة مع إلى جانب الشقيقة ليبيا بإنشاء قوات قادرة على مكافحة ومحاصرة هذه الآفات والقضاء عليها. طيب، فترة طويلة قضت هذه الدول الثلاث في محاولة تحجيم خطر الجماعات المسلحة في بلدانها، ولا يبدو أنها نجحت بشكل كبير. هل هناك ما يؤشر الآن على إمكانية أن تنجح أصلا في القضاء على هؤلاء المسلحين؟ سيدي الكريم، أعتقد أن الجزائر نجحت يعني نجاح كبير وكبير جدا في لجم ومكافحة المجموعات الإرهابية داخل البلاد. أما خارج البلاد أو على حدودها، فأنت تعرف أن هنالك كما قلت أنت أولا أن هنالك أوضاع سياسية أو هنالك قرارات سياسية من الجانب الآخر يجب اتخاذها، هذه أولا. كذلك التعاون أو التنسيق بين هذه الدول كان في وقت ما خاصة في الجنوب الشرقي كان نوعا ما محدود جدا إثر انهيار الدولة الليبية وكذلك انهيار المؤسسات الأمنية الليبية، وهو ما جعل هذه يعني غياب التنسيق وجعل من هذه المجموعات تستفحل في هذه المنطقة من شمال مالي إلى جنوب ليبيا وكذلك مرورا بنيجيريا. فهذه المنطقة كلها حاليا هي بؤر التوتر، يعني اجتمعت فيها كل أنواع الجريمة المختلفة منها المجموعات الإرهابية. وحاليا الجزائر تحاول بقدر المستطاع أنها تحاصر وأن تحتوي هذه الآفات. لا ننسى أن كانت الجزائر مبادرة ما يسمى بمبادرة الميدان، والتي كانت يعني ما يسمى بالأركان العملياتية المشتركة التي أقيمت في تمراست، والتي كان من شأنها محاربة هذه المجموعات عن قوات عسكرية تجمع هذه البلدان أي بلدان الميدان. نعم. أعتقد أن حاليا الجزائر تعمل مجهود كبير في مساعدة ومؤازرة القوات المسلحة الليبية التي هي حديثة النشأة. شكرا جزيلا لك سيد بن عمر بن جانة، الخبير الأمني والعسكري من العاصمة الجزائرية.